مساء الخير. رجعت بغداد للتفجيرات اليومية، آخرها تفجيرين استهدفت مصرفين بمنطقة الكرادة مساء يوم أمس. اللي ما تعرف الناس، هذه المصرفين تابعات للكرد، وقبلها كنا شفنا التفجيرات اللي استهدفت مقار ومنازل السياسيين وأيضا محاولات اغتيال، وكل هذه الأحداث صارت في أجواء سياسية مشحونة وبعد تهديدات صريحة وواضحة من البعض. يعني ما يختلف اثنين على أنه هذه التفجيرات سياسية. وهنا المواطن المقرود يطرح تساؤل خطير، إذا هذه التفجيرات سياسية معناها التفجيرات اللي صارت بالسنوات العجاف ممكن تكون سياسية أيضا، أو على الأقل أغلبها، بما معناه الملف الأمني مرهون بالتوافق السياسي، وأرواحنا كانت ورقة ضغط للحصول على المكاسب والامتيازات مثل ما يصير بالوقت الحالي. لهذا يتبادر للأذهان كرسي الوزارة بكم روح، وش قد لازم ندفع من دمائنا حتى يرضون الأسياد. المؤلم بالموضوع، قبل الانتخابات السياسي يتودد لك ويحاول يشتري صوتك، لكن بعد الانتخابات يبيع روحك مقابل كرسي. بالحالتين انت سلعة في نظره. عموما كالعادة حلولنا دائما جاهزة، اقطع شارع، كثر سيطرات، سوي حظر مؤقت، ومن هذه السوالف. قبل يومين صدر قرار بمنع سير الدراجات النارية بعد الساعة 12 ليلا. اليوم المجلس الوزاري للأمن الوطني سوى المنع من 6 مساء، وهم يا ريت راح يجيب نتيجة، إن شاء الله يجيب نتيجة، لكن بالنا يم الشباب اللي يشتغلون بتوصيل الطعام، عملهم راح يقل، مردودهم المالي اللي من الأساس قليل راح يتقلص بشكل أكبر، والله يكون بعونهم. المجلس الوزاري أصدر أيضا قرارات أخرى بينها أمور ما يعني ما فهمناها، مثلا تقييد حركة السيارات الحكومي ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمية إلا بورقة عمل. شنو سبب هذا القرار؟ أكو تفجيرات تم تنفيذها بسيارات حكومية، أكو عمليات تم استغلال السيارات الحكومية وتم تمريرها. إذا هذا الشيء صاير، إذا شنو حجم الاختراق بالمؤسسات الحكومية؟ وشون نريد نضبط الأمن وهذا حالنا؟ على كل حال ما أعرف ليش عندي إحساس راح نرجع لحظر التجوال المسائي الجزئي، والحجة موجودة، دخلنا بالموجة الوبائية الرابعة ومتحور أوميكرون وغيرها، وجيب لي الوخد عتابة. أروح شوي للمباحثات السياسية. يوم أمس استبقنا الأمور وقلنا اليوم السيد العامري راح يزور أربيل، وفعلا حصل هذا الشيء، والتقى بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود برزاني. هذه الزيارة تأتي بعد يوم من اجتماع قيادات الإطار التنسيقي للتباحث بشأن رد السيد الصدر على الورقة اللي قدمها الإطار، لكن الظاهر السيد العامري ما راح للإقليم للبحث بالتفاصيل، وإنما لهدف آخر وهو محاولة التأثير على السيد الصدر من خلال حليفه المهم السيد برزاني. عسى ولعل أن يترك الشرط الصعب المتمثل بإقصاء السيد المالكي من الكتلة الأكبر. على الرغم من أنه اجتماع الإطار يوم أمس شهد نوع من المرونة بالتعاطي مع شرط الصدر بحسب المصادر، والإطار ممكن يقبل بإبعاد دولة القانون من مباحثات تشكيل الحكومة لكن مقابل ضمانات معينة. السؤال هنا، وصلنا إلى الساعات الأخيرة؟ لأنه اللي يراقب العملية السياسية طيلة 19 عام يشوف أنه الحلول دائما تأتي بالساعات الأخيرة، وعادة ما تكون هذه الحلول خارجية. سبب طرحنا لهذا السؤال هو وصول قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى العراق مساء يوم أمس، واللي أيضا بدأ زيارته برسائل واضحة، أولها أنه وصل إلى النجف، وثانية هو زيارته إلى مرقد الشهيد الصدر والمهندس، وهنا أكو مغازلة لقطبي البيت الشيعي، التيار الصدري والإطار التنسيقي، ويقال والعهدة على القائل أنه قاآني أجرى اليوم لقاءات مع بعض الشخصيات من الإطار على أمل أن يلتقي بشخصيات من التيار في محاولة للملمة البيت الشيعي. بالمقابل وسائل إعلام إيرانية نشرت عن لسان مصادر أنه طهران ترى هذه الزيارة هي الفرصة الأخيرة لحل الأزمة، وما نعرف راح تنحل ولا. قبل ما أروح للحوار أحب أبارك لأصحاب العقود في الشركة العامة الخطوط الجوية العراقية بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بتثبيتهم. نتمنى إكمال إجراءات التثبيت لجميع العقود وبمختلف الوزارات. خلونا نشوف شلون احتفل الموظفين اليوم من العقود اليوم بعد صدور هذا القرار، وبعدها نروح إلى الفاصل. شكرا لوزارة النقل، الوزير، كل القائمين، مدير العام شركة الخطوط الجوية العراقية، الوكيل الإداري وغيرهم. يلا شباب.